cannot defeat them, but we will defeat them. Kulana, we will defeat them. نانو الخطط بتاعهم ونانا بقينا كمان كويسين في انه نكشف انه كل المغالب الواحد بيجي لنا بيهم. بشير بيقول انه اي واحد السودان بالقوة عسكرية إنه حيعتل الجنوب ده ويجيب الجنوب تحت سيطرة بتاعه عشان إنه بيحلم إنه لو بعدين إنه حيجيب استوجيز بتاعه الناس اللي ما بيتكلموا قاعدين معهم في خرطوم هناك عجيبهم جوبا هنا ده بعدين يقولون تعليمات امشي عمل كده يقول ده جنوب ده انه حكم ذاتي بتاع براو وده هو يا ابي عمل this thing will never happen ما هيحصل. انا قلت لناس انه لما بشير كان بشاكل معنا وياو كان ماسك جوبا ده ما كان مسكنا منه ما مسكنا واو منه ولا مسكنا ملكان ومدن أخرى في جنوب السودان في مدن مسرناه في مدن ما مسرناه الجيش بتاعه كان بيجي لقاعد جوبا هنا ده ولما يطلع برا يعدوه بمشي بشاكل معنا this why he was strong. طيب حسا لو بشي ده رجي شاكل معنا في جوبا هنا ده بكون جيش بتاعه وين بكتم وين عشان بعدها يجي شاكل لو جو بالعربات لقد جو ده هيلقى ديفيجن بدانا هناك and they will fight لو جو بالعربات عن طريق بتاعت جنوب كردفان عبدالعزيز بشاكل ماهو هناك وبيجي بكوش معنا هنا ده بلقى ويدان بدانا هناك لو جو بن بلو نايل برضو انو ناس مالي قادين شاكل هناك ياكي زول ده ما فكر كويس في كلام بتاع الحرب ده مفروض يقول له انو خيار الحرب مالي صالحه خيار الحرب مالي صالحه مفروض يوقفه ويفتح طرق سلمية يهل مشكلة في جنوب كردفان وفي نيل الأزرق ويهل المشكلة في دارفور ما قادر إنه يحسم المسائل ديل بالقوة ودار إنه يفتح جبهة تاني جبهة الرابع في جنوب السودان I don't think that Bashir will make it he will not but anyway These may be his last cards. El Hayuan Manenu Kalazenu is dying. Kande Yatu Hayuan, Kande Horse, Kande Bagara, Kande Humar. Burfus, it is that low, Bashir Jambu, but do Kalaman Kasara. So these are the kings of the dying horse. Bashir must understand that he is not any longer viable in this world. He is indicted.
زول مجرم منه حكموا انه دارينه في محاكم الدوليه if I was him I would have already resigned and then go for protection in a friendly country if I don't want to be taken to court if I want to go to court I would have gone by myself دب خفيف الجرائم ولا حتى الحكم ذاته لانه ما بيقولوا لحايده انا ما جيت شفته في هولندا هناك انا شفته a very good place انه الناس اللي ودوم هناك إذا الناس اللي ودوم هناك زي ناس تشارلز تايلر وايد قاعد هناك في محل بتاع جيت عندك سويمنج بول جيت عندك مال باسكت بول جيت عندك مال تنس مال رياضه جمباز بتاع جيت بتاع مول هناك عندك تلفزيون يو فولو اند يو ار جيفن بوكس تو ريد فهو المفروض يطلع من السخانه هو قاعد فوق ده ويمشي هناك يخلي زول تاني عشان يجي يهيل المشاكل ده انه يذوق سكانه ده بذاته انه يهيل المشاكل انا بس كل يوم بقول لشعب السودان انه هم ما عدا لنا ونحن ما دارين نحارب مع شعب السودان Bashir Loendu Yal Batao, I have never seen his son who is in the age of my sons. And I said, lo galenu na jemu this time my four boys will go with you. I will let them join you and then they go and fight. Kile Bashir ji bole Batao, mana tul na yal bda na sani zaka. If he has Yes, my four sons are ready. They are all about 18. And they will have now to fight. They were small during the war. This is why they did not go into war. Now, Bugarnas Kubar, they will fight. Plus myself. Now, no matter anything, but if Bashir wants to fight, let him come. He has lost the ground. Darfur Fogal Harp. What they are Malkan Bijib Wal Basharia Fogal Nazar can be Bishagal Mana Hineda Mandarfur. Who are Fagat Anuba? They are not can be Shagal Mana Hina. Who Fakat the Nil Azrek? They Bashir Balgal Gwal Basharia win. And now the Tom Adan Wamar, could they let him bring them? We give him in a Ungamanashuba Shujar al Katir, well, guess, but the Havin of the Bibi now will be Chunu Alagara Bumano, Malaria Bamsugum, Berja Khartoum Bukura. They will never fight here in the South. But I always tell the people of South Sudan, Enu. أي سوداني موجود في جنوب السودان كان تاجر كان ده شنو ما تعبشو don't touch them the mistreatment اللي بيعملوا لنا بتاعنا في خرطوم هسه ما نعملوا هنا ده في جنوب why is all شمالي جرمين هناك عشان يجي يقوتين ده لانهم بيجي كل يوم الخميس عشان انه يذكروا هنا ده يجي يذكروا ويرجع يوم السبت عشان يخوج المكاتب يوم الاحد they have refused انه to open the bars in Khartoum عشان يشرب البيرة بتاعهم في Khartoum ولا شنو لكن يدفع 500 جنيه ولا اكثر من 500 تذكره عشان يجي هنا ده يجي يدفع 500 تعالى عشان يرجع This is good. That's why it's good. You matter gal no Algarara la Canada Gal no Major was a Kulu Kansakarani, Belil, Bera is Bitom, Usabah Macha Gara Reno, Kalas Nakwil, Al Bitrol.
أنا أقول this is very good إنه لون زول بذكر بالليل ويقول حاجة ويذكر بكرة صباح عشان يمشي ينفذوا then ده سكر كويس. دي الحجار الحاصل يا جيجي شعبي. What I don't want from you الكلام فارغ اللي بيعمله في السوق ده. You must be very disciplined. ما تحب جاي مواطن. بعدين نحن ما نقول انه we are far from the front line. لا. If there is a necessity, all of you can be ordered in to go to unity state. Ashaninu to defend that state, Ashaninu, Anazel, there in Yamul invasion. Wal Ghazu, Kayita Dola Ajnabia, the Ghazu Le Dola Tani, we are now an independent state, we have all the rights. Nanadi, friends Tani, the Gulum Talu, we are being invaded here. And other countries will come in, not we alone. We have not resorted to that, but we are capable of defeating Bashir by ourselves. Madari Nastani. So you remain on alert. And Arvino, Fina Fikum. Jawa San, you might have gotten to know, J. Chavi Basrup Million. This is when they came. They did not fight. Loyita Khan Jita Rana Khan Wood Namkana. You must pay the consequences. You know, Loyita Gabal Kedema, Jerabtel Marara Bedar El Hart, Loja. You must fight to defend your million that you are receiving. Not with a Seattle Gajanabo, Bardo must also clean their weapons and they remain on alert. This is all that I want to tell you, my dear friends. Nanu, we have shut down the oil. Unahnu, بنعمل في الإجراءات. إجراءات اللي بخلي دولة بتاعنا تستمر حي زي ما يومات بشير وقف الحدود قفل الحدود شهر 5 سنة الفات. نانو هذا ده لسه قاعدين. نانو ما وقعنا. نانو لمدة سنة أنا قلت بدون قروش بتاعت بترول. لكن نانو بدينا إجراءات كاننو نحفر خط ثاني ونانو حنعمل مصفى ذاته وجاننو يكون انه يكرر البنزين والجينات بنزين والجاز جزلين عشان نانو نكون ماشين. والقروش بتاعكم كما هي ما بقطعوا في حجار بنقطعوا الحجار زي الصودا ديل والموية ده هاي انه نراي فوق هنقطعوا وزير مالية جاكال فوقه The mayor, but they have a double mother Nahabeshu. Nice it is a town in there, and a shilu. I shall know the Hajat Leoma Laswa Dino, Kutumina, Unamshi Betted Ridge, Loenu, a reserve Betana Shua, and Khan Katenam, Nano and Stamalu, who will not die, let not anybody clear his old Galbu Mai, Tirgal Kalas, can walk away, not back away. Nerja Lil Al. نزرع الشعب الجنوب السودان كان عايش وكده كله بدون بترول. لازم انه نعيش بدون بترول ولغايه ما نسلو حاجات بتاعنا وبعدها نطلع البترول في السيطره بتاعنا. ما في زول تاني بقول لنا انه اعمل كده ولا اعمل كده. We have refused to be dictated. ما في زول تاني دكتاتوري يجي في بلد بتاعه عشان يجي يقول تيراز بتاعنا يقول لنا اعمل كده. If you are not independent economically,
then you are not independent. If to sad betag lo zol tane yao masugu, then ita you are a useless person. Ma bin nak belal kalam de. Kul al mawarid betana. Namsugu nahnu kanda petrol, kanda zara, enu na maadin kadir, enu na dahab, wenu na hajat kulu. Yao de moya. The hajat betana kulu. We must make use of them. Ma fizoltane je gulena amulde wala mata amulde. No, we are responsible for ourselves and will always be responsible for ourselves. Shukran jazilan, my dear comrade. Thank you.